بين سفح الجبل الأخضر المتشرب بخصوصية مختلفة وحافة سهل الباطنة الذي حصد عبر مرور التاريخ شخصية مستقلة ومؤثرة، وفي محافظة جنوب الباطنة تنظر ولاية الرستاق إلى التاريخ بعين الرضا، وهي التي جمعت باتفاق المعاجم العربية والفارسية ثلاثة مسميات في وقت واحد، هي الرستاق، الرزداق، والرسداق، متفقة جميعها على إعطاء إثبات واحد متكرس عبر القرون، وهو المنطقة القوية والمحصنة، وهذا ما جعلها تجمع بين صلابة الجبل وتماسك السفح. على بعد 160 كيلومترا من العاصمة مسقط وعبر السيارة يمكن الانتقال من عالم المدينة بما تحتويه من حيوات ذات طابع تقني إلى عالم البساطة والتاريخ المغل في الزمن. هناك حيث لا تزال الرستاق تضفي نكهة رائحتها تضوع من التاريخ القادم من البعيد، وخصائصها تفتح محاجر العيون على هوية عمانية متجذرة بمناخات تشد إليها الباحث عن الاسترخاء فتجذبه مغناطيسيا نحوها. من التاريخ والحضارة العريقة الممتدة عبر الأزمان نسجت الولاية والقلعة حضورهما، ومن الجذور العميقة للوجود العماني خرجت شجرة الحياة مورقة سامقة عبر أيقونة باذخة بخصوصيتها بمناخ يحيل إلى مفاهيم الثقافة التحصينية، معبرة عن مكامن القوة وحاضرة في أبدها التاريخي بالشجاعة المتناهية، تاركة العيون تستعيد مراحل غائرة في الزمن وتعيشها، فهي وإن كانت بعيدة بالمعنى الحسي إلا أنها متجسدة بالمعنى الاستذكاري، مثل قصيدة تتأبى عن الغياب والتناسي، فاتحة الذراعين لكل من يقترب منها ليغرف من ماء التاريخ ويتشبع من دروسه، مرشدة إياه إلى تاريخ المكان الحقيقي بسيرته العصية على التلاشي. تميز البناء الخارجي للقلعة في أساسه القديم بملامح لم تستطع المصادر التاريخية تحديد توقيت تقريبي له، إلا أن التقديرات الزمنية تعطي إلى حد كبير بعض المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها الباحث عن التاريخ أو الراغب في التعرف إلى المناخات التاريخية العمانية، وهو ما سيجعلها تحيله إلى المصادر التي تم الاستناد إليها. لذلك يرى البعض أن القلعة تم بناؤها قبل مقدم الإسلام بأربعة قرون، وتحديدا في عهد كسرى أنوشروان في العهد الساساني، في حين رجحت مصادر أخرى أن من بناها هم الجلنديون العمانيون قبل الإسلام، إلا أن الخرائط الفارسية القديمة تجعل من العام 1250 للميلاد بداية التأسيس الفعلي للقلعة على شكلها الحالي. القلعة هذه عموما يعني مبناية هي على فترات، الفترة الأولى قبل الإسلام في عهد عبد وجيفر، الفترة الثانية في عهد اليحمدي اللي هو في عهد بني خروص في القرن السادس هجري، الفترة الثالثة في عهد الإمام سيف بن سلطان اللي هو بنى برج الريح وشق الفلج اللي هو فلج الصائغي،
الفترة الرابعة الإمامة كمل الإمام أحمد بن سعيد بن السور وبرج الحديث. هذا على هذا عبارة عن أربع فترات. أما الصباحات هذا محمد بن عبد الله الخليل بن صباح الشرجة وصباح الخارجي، الإمام سيف بن سلطان بن صباح اليعاربة. هذا عن المداخل يعني. فيها جامع قال جامع البياضة، في بنى هذا الجامع في عهد اليحمدي في القرن السادس هجري. كان هو مدرسة وهو جامع. أكثر العلماء العمانيين اللي تخرجوا من هذا الجامع. أراويك من الفلج هذا، الفلج هذا مشكوك من جهة الجنوب ويطلع مقسوم قسمين في القلعة، قسم له هو في القلعة داخل وقسم جنب القلعة ويطلع صوب الشمال هو يسكن النخل هذا. أخذت هيئة القلعة في شكلها الأصلي هندسة برجية مثلثة، عمادها جدران صلبة بأطوال تصل إلى 13 مترا، إلا أن هذا الشكل وبحساب التقادم الزمني فقد صارت القلعة في حاجة إلى التماشي مع الزمن الجديد الذي صارت إليه من دون أن تفقد خصوصيتها كما تشكلت في ذاكرة التاريخ. ولذلك قام أول إمام في أسرة اليعاربة وهو الإمام ناصر بن مرشد بن مالك اليعربي في الفترة الواقعة بين 1624 و 1649 للميلاد بإعادة بنائه ليتماشى مع تلك المرحلة. وبين 1744 و 1936 للميلاد أقام الإمام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية بعمل توسعة ظلت ماثلة للعيان من خلال إضافة أبراج وتحصينات ذات أغراض عسكرية وحمائية تتناسب مع تلك المرحلة. أما الإمام محمد بن عبد الله الخليلي وتحديدا في عام 1936 للميلاد عمد إلى تعزيز المنظومة الدفاعية من خلال صنع الحواجز المانعة والمتينة التي أسهمت في زيادة الكفاءة الحربية لقلعة الرستاق. ونظرا للأهمية التي اكتسبتها القلعة على مدار هذه القرون الطويلة، فقد رأت الحكومة الرشيدة أن الترميم سيكون متفقا مع الصيرورة التاريخية للسلطنة التي اكتسبت من خلالها حضورا بارزا وهوية ذات أصالة وتجذر، لذا قامت بترميمها بالكامل في عام 1999 للميلاد. للقلعة أربع بوابات ومداخل، وهي تسمى محليا صباحات، توزعت على النحو الآتي: المدخل الرئيسي للقلعة يسمى صباح الشرجة، وسمي بذلك نظرا لقرب المدخل من أحد أودية الرستاق، والذي يعرف محليا بشرجة الطاغي. وقد بني هذا المدخل في عهد الإمام محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي 1920 إلى 1951 للميلاد، وهو ملاصق لسور القلعة الخارجي. أما المدخل الثاني فيسمى بصباح الوسطى، وأطلق عليه ذلك لأنه يتوسط صباح الشرجة وصباح العلعال، وبني في عهد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي. المدخل الثالث يسمى صباح العلعال، وبني في عهد الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، ويؤدي هذا المدخل إلى درج يصعد من خلاله إلى الفناء العلوي الذي يمكن الدخول منه إلى القلعة القديمة أو برج المدفعية. المدخل الرابع هو صباح اليعاربة، وقد بني في عهد الإمام سيف الأول بن سلطان الأول اليعربي المعروف بقيد الأرض. هذا صباح الخارجي هو باب الرئيسي لمدخل القلعة، بناه الإمام محمد بن عبد الله الخليلي. المدخل الثاني هذا صباح الإعلال،
نفس الشيء بنا من الإمام محمد بن عبد الله الخليلي. هذا الباب هو اللي يتحكم في الدخول. في مساقط إذا إلى الدبس اللي لما يهاجم العدو الباب يكون الحرس فوق. لما يهاجم الباب يصب عليهم زيت مغلي والدبس. قسمين الدرج هذا يطلع إلى المحكمة لهن قبل غرف الصلاة، لكن الحين عبارة المحكمة. والقسم الثاني هذا يروح السجون ويروح الفلك. هذا السجن جرائم الخفيفة لهن مال السرقة والهواش، هذا قسم السجن. هذا المكان اللي هم يشرفوا على الفلك لما يجيوا الزوار، لكنه في درج ينزل إلى الفلك. هو كانوا يستخدم الماء النساء واللي هم يستخدموا الماء عن طريق الدرج ينزلوا إلى المد تحت. هذا الفلك يعني الدرج الأول، الدرج الثاني، الدرج الثالث، ثلاثة درج لين توصل عند الماء. هذا الطابق اللي هو فيه سجون جرائم الكبيرة، وفي مخازن يحتوي الحبوب والتمور، وجميع المخازن موجود منها في هذا الطابق. هذا غرفة التخزين، الطحين، الحبوب، في هذه الغرفة. يوجد في هذه الغرفة صناديق أشياء للتخزين. هذا المدخل الرئيسي اللي هو السجن الجرائم الكبيرة. هذا المدخل الرئيسي اللي هو الحين سوى من جديد، اللي هو مدخل السجن. كان في السابق ما له مدخل، ينزل السجين من عن طريق الحبل من هذا المكان. من هذا المكان كان ينزل السجين ويبقى مكانه يظل حتى يفرج عنه، أو يعني الحكم يصدر فيه بأي طريقة. هذا غرفة الحراسة، غرفة حراسة السجن. هذا الغرفة لحراسة السجن والحراسة الطابق هذا. طبعا هذا من هنا يتقسم إلى المخازن، وفي مسجد حق النساء، وفي مدرسة. هذه الغرفة إلى هذه الغرفة إلى تعليم القرآن، مدرسة قرآن. الغرفة هذا مسجد حق النساء. هذا المكان خاص صلى للنساء. طبعا يعني في بير هنا يستخدمون النساء حق الوضوء، حق استخدام الماء، والبير موجود هذا. أما الطابق الأرضي فتبلغ مساحته كيلو مترا مربعا واحدا، ويحتوي على غرف للسكن للعاملين مع الإمام، ومخازن للأسلحة التي يتم استخدامها بشكل مستمر، وغرفة تشبه إلى حد كبير ما نسميه في هذه الأيام بغرفة استقبال، فضلا عن الغرف العقابية والتعزيرية. هذا بالإضافة إلى عدة آبار ومسجد وغرفة للنساء من زوجات العاملين مع الإمام، وفتحات لقناة فلج الصايغي الذي يمر عبر القلعة، الذي يشكل تغذية تخزينية لسكان القلعة في أوقات الحروب والمناوشات العسكرية، ومساكن للحراس الذين يعملون على مناوبات حراسية متعددة يوميا لحماية القلعة من المتطفلين. أما بالنسبة لضريح الإمام سيف بن سلطان الملقب بقيد الأرض، وقبر الإمام أحمد بن سعيد رحمهم الله، فهما موجودان خارج القلعة.
هذا القسم هذا أول شيء اسمها غرفة الحين غرفة المصالحة قبل غرفة المناجاة. يعني هذا المحكمة لما يجر شاكة وبغى يدخل مع الوالي والقاضي قبل يأخذوا يعني الناس يرشدوه يعني يصلحوا ما بينهم، إذا ما رضيوهم ما يدخلوهم المحكمة. هذا غرفة البرزان. طبعا هذا غرفة البرزة كان القاضي والوالي يجلسوا مع بعض في هذا المكان. هذا مخزن حق المدخرات مثلا وثائق وحتى المبالغ في هذا الخزنة. هذا الخزنة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الحطب اللي شافوه هذا يعني كانوا يخلوا السيوف والخناجر اللي موجودة اللي عندهم يخلوه على الرفوف وعلى هذا الجدران. هذا المكان اللي خبرتكم عنه مكان الثاني اللي هو مخرج السري، لما كانوا يحاصروهم يطلع عن مخارج السرية، هذا واحد منهم. أما هذا هنا في بير حق المحكمة لما كانوا يجي وقت الصلاة ترسل الحوض هذا من البير ويتوضي ويصلي في المحكمة. الحين اتجه إلى الطابق الرابع اللي هو بنى قبل الإسلام في عهد عبد وجيفر. أول فتحة هذه اللي هو يصب الزيت والدبس فيه من هذا الفتحة الصغيرة. أما الفتحات الثانية حق التهوية حق الأضاءة في فتحتين أمامنا. هذه الفتحة الأولى وفتحة الثانية هذه. لهذا المكان هذا لا تفكروا أن السطح، هذا جبل فيه مشكوك في الجبل. الجبل واصل هنا لكن سطحه بالحصن متسطح والجسر. أما الأغراف هذا حق الحراس. هذا الفتحتين حق الأضاءة. هذا على الدرج. أما الفتحة الصغيرة هذا لما قلتهم عند البوابة الرئيسية مصب الزيت والعسل من هذا المكان. القلعة بوصفها بناء متعدد الأغراض فهي تتكون من طابقين رئيسيين. فالطابق الأول يحتوي على 6 غرف للسكن، نذكر منها غرفة لسكن الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، حيث يستقر هناك ويقضي بعض الوقت برفقة عائلته ليكون قريبا من مكان إدارة شؤون الحكم، ومخزن للأسلحة وهو بمثابة مرجع للذخيرة التي يتم الرجوع إليها في أوقات الحرب أو الحماية، ومطبخ ومخزن يتم فيه تخزين الاحتياجات الغذائية لسكان القلعة بما يحقق استقرارا عاما لدى الرعية. أما الطابق الثاني فيحتوي على غرفة للبرزة، حيث يجتمع الإمام بالناس ويوجههم ويحل ما استشكل على الناس من أمور، وغرفة للحماية التي تقوم بالتناوب على حماية القلعة، ومسكن للوالي الذي ينوب عن الإمام في حال غيابه أو سفره، فضلا عن فتحات للمدافع وهي الوسيلة الأكثر فعالية في درء الأعداء وإبعادهم عن محيط القلعة، يتوسطه عمود مركزي لحمل جسور خشبية يقوم عليها سقف مسطح. طبعا هذا الطابق اللي هو سكن الإمام، أولاد الإمام، نساء الإمام، الإمام النفس. الإمام مخصصات هذا غرفتين حاله، وفي مسجد خاص حاله. هذا المسجد يسع نفر واحد حق التهجد في الليل يصلي فيه. هذا الغرفة ماله الخاصة هذه. هذا غرفة الإمام الخاصة. يستقبل ضيوف الغرفة خاصة ماله. بعد في غرفة ثانية. هذه غرفة استقبال الضيوف. هي. استقبال المشاورين. هي أيوة غرفة خاصة. هذا الغرفة فيها حاجات يعني مغلوقة لكن هي غرفة حق الإمام.
هذا غرفة خاصة حال النساء الإيمان، خاصة بالنساء. طبعا ما أحد يدخل إلا الإمام وحده منه. هذا غرفة خاصة بنات الإمام، والغرفة الثانية حق الأولاد. هذا مخزن الأسلحة وفي مدخل سري. طبعا كان الأسلحة يا قبل هن سيوف الخناجر، هذا يعني ما في بنادق، مسوي لهم صناديق، والصناديق هذا موجودة. أما مخرج السري هذا هو يعني لما يحاصروا داخل القلعة يطلع عن المخارج السرية، وهذا واحد منهن وواحد ذاك الجانب. يحيط بالقلعة أربعة أبراج رئيسية، أولها البرج الأحمر الذي يرتفع أكثر من 16 مترا بقطر يوازي 9.5 متر، ثانيها برج الريح وقد بناه الإمام سيف بن سلطان اليعربي ويرتفع 18 مترا بقطر مقداره 12 مترا، ويحيط بسور هذا البرج 100 مثلث زخرفي، ثالثها برج الشياطين الذي بناه أيضا الإمام سيف بن سلطان اليعربي بارتفاع يصل إلى 18.5 متر وبقطر 6 أمتار تقريبا، ويحيطه سور له 5 مثلثات زخرفية، وقد تم إقفال هذا البرج لأسباب غير معلومة، كما أن المسمى ليست له مرجعية يمكن الركون إليها في تفسير أسباب وروده هكذا. رابعها البرج الحديث، بناه الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي بارتفاع 11.5 متر، ويحيط به 80 مثلثا زخرفية، وترتفع فوقه سارية العلم. هذا برج الريح اللي هو بناه الإمام سيف بن سلطان اليعربي، هو اللي سوى السجن وشق الفلج داخل القلعة. هذا المكان اللي خبرتكم عنه كانوا ينزلوا السجين من هذا المكان، يشلوا هذا الغطاء وينزلوا السجين ويخلوه هناك. هذا العجلات، عجلات المدافع اللي ما موجودات، اللي موجودات ترى موجودات على العجلات. هذا المدافع يتفجر إلى زاد عليه الباروت، أو كان يعني المدفع حار وسووا باروت مرة ثانية فيه، ما واحد يبرد كان ينفجر. هذا المدافع عن طريقة يعني الرماية يخلي هنا حبل ويسحبوه للخلف ويسوي الباروت ويسوي القذيفة. إذا كان بغينا يعني مكان بعيد يزيد الباروت ويرفعوا من قدام ويوجهوا حتى 3 كيلو 4 كيلو ما يهمه، لكن إذا بغينا إنه قريب يعني ما يسوي له قذيفة، يسوي قطع حديد أو يعني حصى أو حاجة يعني واجهنه من العدو، يسوي باروت ويخلطوا مع بعض ويدفعوا مثل الرشاش، يسوي يعني كل المكان ينشح هذا القطع الحديد. هذا اسمه برج الحديث. طبعا كان هنا اكثر شيء الحراسات في هذا البرج، يعني كل من جهة الشرق والشمال يعني المكان مفتوح، وكان الحراس يتواجدوا اكثر شيء في هذا البرج. طبعا تعرف عنهن هذا المدافع، المدافع هذا يعني استخدامها ما كان من مدافع الجديدة، هذا لازم يعني لما يرمي من هذاك المدفع عاد الحين ما يرمي، يبي يرمي بالثاني الثالث الرابع يكون هذا بارد، لكن ما يقدر يرميوه وهو حار، إذا رميوه يعني أي مجر.
وهذا واحد منهم لمفجرات المدافع. الرستاق التي جمعت في ذاكرة تمتد إلى قرون طويلة في التاريخ الحضاري البشري هي التي تمثل قلعتها المتجذرة في التاريخ مثالا واقعيا على الحضور الفاعل في الحراك الحضاري البشري. ومن هنا يمكن القول إن جناح التاريخ الذي ظل محلقا باسم سلطنة عمان عاليا في سماوات الحضارة الإنسانية كان الإرث المعماري المميز واحدا من دواعي تحليقه ذلك، والمتمثل في هندسة القلاع والحصون. وشكلت قلعة الرستاق واحدة من هذه المناخات الشامخة في البناء الحضاري العماني بكل ما حملته من خصوصية تعود إلى قرون موغلة في القدامة، شاهدة على حراك الرجل العماني في الامتداد الإنساني الطويل بكل ما ميز به نفسه من خبرة ودربة وحنكة في التكيف مع البقاء والدفاع عن الأرض والمقدسات.